إنكم تنظرون إلى شاب فريد من نوعه، نادر الوجود مع كل ميزاته وعواطفه وتاريخ حياته. إنه إصدار محدود، في كثير من الأحيان ليس لديه الفرصة ليظهر على منصة العرض. ملايين من هذه القطع الفريدة مهجورة وغير مسموعة ومتروكة. الساليزيان في العالم يساعدونهم على تنمية أحلامهم وبناء المستقبل والعثور في هذه الحياة على المنصة المناسبة ليظهروا، لأن الشباب ليسوا كلهم متشابهين بل كلهم فريدين.